الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين: الاجتهاد في طاعة الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طاعة الله هي الخضوع لله عز وجل بامتثال أوامره ونواهيه، ولا ريب أنها من أشرف المزايا وأجل الخلال الباعثة على سعادة المطيع وفوزه بشرف الدنيا والآخرة، كما نوهت بها الآيات الكريمة والروايات الشريفة. فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وعنه صلى الله عليه وآله قال: من أطاع الله عز وجل فقد ذكر الله. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: بتقوى الله أمرتم، وللإحسان والطاعة خلقتم. جعلنا الله وإياكم جميعا من المطيعين لأوامره، المنزجرين عن زواجره، المخلصين في عبادته وطاعته، ونسأله القبول، كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.